سلام الله عليكم. نحن اليوم بظهور ثاني لي على التواصل الاجتماعي بأيام صعبة، وسأل كثيرين ليش عم بطلع أنا هلأ على وسائل التواصل. أولا الموضوع حساس جدا، والموضوع مانو مزحة ولا شهرة، الموضوع أكبر من ذلك. الموضوع جنى عمر من ومرحلة طويلة من العمل، تم تسخير هذه الأعمال وجزء كبير من هذه الشركات لعمل إنساني تحت اسم رمق الإنسانية. شو يعني هالكلام؟ حكيناه سبق، حكيناه صحيح، بس سبب الإعلان عن هالموضوع هو لحتى تعرفوا أنتو شو في عندكم، وتفصيلات وصلت أنا لوقت ما عم بقدر سيطر عليها، فإن فقدناها فهي مو بإرادتي. واليوم بلشت بقى الضغوطات بطريقة غير مقبولة، وبشكل للأسف مانو إنساني، وبلشت الأجهزة الأمنية تعتقل موظفينا. هل حدا بيتوقع إنه الأجهزة الأمنية تأتي على شركات رامي مخلوف اللي كان هو أكبر داعم لهذه الأجهزة وكان أكبر خادم لهم وكان أكبر راعي لهم أثناء الحرب؟ للأسف بلشت تنقلب الأمور بطريقة مختلفة. فهل بتشوفوا انتو انه انا الفيديوهات اللي طلعتها سابقا كانت هي مزحة ولا لعبة؟ ما في لعب هون، هون في مخاطرة كبيرة بوجودنا، بعملنا، باستمراريتنا، لانه الطلبات اللي عم تنطلب انا ما بقدر لبيها. طلب مني اليوم ابتعد بقى عن الشركات ونفذ تعليمات وأنا مغمض، وبلشت الضغوطات بسحب هالموظفين ومدراء. أنا بقول لهم يا جماعة والله أسلوب هذا ما لازم يصير، هذا ظلم، هذا استخدام سلطة بغير محلها. يا جماعة السلطة ما انعطت لحتى نضغط على الناس لحتى تتنازل، ما انعطت السلطة لحتى نستخدمها لصالحنا، نحن انعطت لنخدم هالعالم وليس هن يخدمونا. أنا سبق وطلبت من سيادة الرئيس التدخل بإنصاف شركتنا بطلبات لم يكونوا محقين فيها، ومو الهدف كان هو عدم الدفع، الهدف هو الدفع، ولكن أن تذهب هذه الأموال إلى مستحقين، لأنه هي أموال رح تصرف للمحتاجين وليس هي رح تصرف لجيوب آخرين. فكان الهدف منا هو المناشدة لوضع حد للتدخلات المحيطة حول صاحب القرار، لأنه صارت لا تطاق وصارت لا تحتمل وصارت لدرجة مقرفة وخطرة. والله هيك ما فينا نكمل يا جماعة، والله هذا اسمه ظلم، وهذا اسمه تعدي على ملكيات خاصة.
أنا شيء موجود معي ما بقدر أتنازل عنه لأنه أنا مؤتمن عليه. فسامحوني، كل من عم يسمعني بيقول ليش ما بتنازل ويخلصنا من القصة هاي؟ لأنه أنا ما في أتنازل عن شيء مو إلي، أنا شيء مؤتمن عليه. وبرأيكم سؤال هون، ربنا سبحانه وتعالى ما عم يجربني؟ ألم يقل ولا تخشوا الناس واخشوني؟ وشواهد كثيرة من كلام الله سبحانه وتعالى بذلك. أليس مهمتنا هو رعاية هذه الأعمال؟ أليس نحن مؤتمنين عليها؟ نجي نحن نفرط فيها؟ هيك بيكون بدون إحم ولا دستور؟ هل أنا اليوم بإرادتي لأنه خايف على نفسي وخايف على مكانتي روح فرط بهالموضوع؟ هي امتحان كبير من ربي مولاي وسيدي وإلهي، وأنا قبلت هذا الامتحان. وفي أيام صعبة يمكن رح تمر وبدأت، أنا بطلب مناشد سيادة الرئيس مرة أخرى. يا سيادة الرئيس، الأجهزة الأمنية بلشت تتعدى على حريات الناس، هدول ناسك، هدول موالين، هدول كانوا معك وما زالوا معك، ما بيجوز تخلي الآخرين يتعدوا عليهم، ما بيجوز نخلي الآخرين يمشوا كلمتهم. الوضع صعب، الوضع خطر، والله إذا استمرنا بهذه الحالة والله وضعنا، وضع البلد كتير صعب، وسيكون هناك عقاب إلهي حتمي لأنه بلش في هون منعطف مخيف. أرجوكم، أرجوك وأتمنى عليك يا سيادة الرئيس ما تخليهم وتصدقون إنه هدون عم يشغلوا شبكة خليوية خدمة الجيش والأمن والسوريين كلهم بكل أمانة وإخلاص. نجي نعتقلهم؟ نجي منقول يا رامي يا بتتنازل يعني، يا أما بدي أحبس لك كل جماعتك؟ هيك بتخليهم هنن؟ انت ضمانتنا، انت اليوم صمام الامان، لمين بنلجأ نحن؟ نحن على الارض مين بنلجأ؟ مو لرئيسنا؟ لست انت الساهر على تطبيق الدستور؟ اليوم نحن كمواطنين مين نقصد؟ نترك الاخرين يتعاطوا معنا بهذه الطريقة؟ نحن يلي حطينا الغالي والنفيس؟ أرجوكم يا جماعة، يا سيادة الرئيس ما بصير هيك، أرجوك حطيت تعليماتك لهالناس، هدول الناس عم يتعدوا على القانون، عم يتعدوا على الدستور، وانت راعي ما تسمح بهالشي إذا بتريد. هدول عم يطلبوا مني، عم يضغطوا علي لحتى اتنازل، انا ما راح اتنازل، انا موجود. يلي بده ايضا يتعدى علي فلا حول قوة الا بالله، يلي بده يسيء لي فلا حول قوة الا بالله. يا سيادة الرئيس انا عم اطلب منك تنصفنا، واذا ما سمعت لنا انا ما فيني غير اطلب من ربي، يا رب بجاه العلي القدير تحمي هالبلد، يا رب ما رح اقول غير هيك، تدرؤ عنا الخطر لانه بهذه الطريقه عنا مشكله كبيره. صدقوني يا جماعه عنا مشكله كبيره، واذا نحن ما عالجنا هذه الموضوع والله الله يساعدنا، الله يساعدنا، الله يساعدنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.